ماشي مع ولا ضد. ملي كنتكلموا على التمثيل فكنتكلموا على الفن. الفن هو موهبه ربانيه اللي ما كيتقراش. اون بو با اكاديميزي لانتربريتاسيون. لاكتينغ ما كيتاكاديميزاش، عندك في القلب هو ذاك ما عندكش بلاش. عدد كثير ديال الناس اللي ناجحين في الميدان وما داروش تكوين فيه. وهذا الشيء اللي كنقول انا فهذا واقع كنشوفوه. عدد كثير ديال الفنانه تبارك الله ما شاء الله اليوم اللي ناجحين في الميدان وما قراوش، ولكن عندهم الموهبه، عندهم الطاقه، عندهم حب الميدان، قالوا واحد النهار حنا غادي نديروا هذا الشيء وربي يعاونهم. دونك انا كنامن بواحد القضيه هما ما يسمى، يعني انا عرفت السؤال ديالك فين باغي يمشي. سكون ابيل اونتر كيومي لي انفلونسور اللي كنسميو انا لي زانيماتور دو ريزو سوسيو، باسكو كلمه انفلونسور كبيره شي شويه. فاذا كان شي واحد فيهم غادي يدخل المجال الفني او بالاخص المجال ديال التمثيل، فاذا عنده موهبه وهذيك الموهبه غتعطيه اضافه للمسار ديالو والحقل الفني، علاش لا؟ الا كان غادي غير يجي باش اولا غير تجي باش بونجور سافا شوي لا، دونك هنا كيكون الحال صعيب شي شويه. بالنسبه لبال واش كاين شي اعمال جايه في الطريق؟ ان شاء الله كاينين. كانت غتكون عندي مشاركه في واحد المسلسل ساعه ما كتبش، وعندي ان شاء الله جوج الاعمال جايين باذن الله الرحمن الرحيم، وكنتمنى نبداو التصوير عما قريب باذن الله يا رب العالمين.